قبل ما ندوزو طيب باش نطيبو الغدا ديالنا، واحد الاخت كانت قالت لي عافاك الا ما وريني العجينه في العجانه كيفاش كديري لها. قالت لك العجينه ما كتصدقش. المهم عمليه التخميره هي راه غتلقاوها في واحد الفيديو ديال الخبز، غنحطو لكم في الرابط اسفل الفيديو شارحه فيه كل شيء مزيان. وانا كنخلطها هنا في العجانه بالماء عاد كنديرها تعجن، حيت نقدروا بعض الخطرات نديروا الماء بالزايد وتجينا جاريه. نبداو عاوتاني عاد نزيدو في الماء، والله ما في الاول ناخذ قياسنا. انا غنخلطها ونوريكم القوام ديال كيفاش غادي يكون. ها هو من بعد ما خلطتو، انا ما عطيتكمش القياس ديال الطحين، كل واحد يدير قياسه. من بعد ما خلطتو خدمت عليه الماكينه، غنخليها تدور شويه وكل مره نزيد واحد شويه الماء فيها باش ندوي. نزيد شويه الماء تعاود هي تدور على داك العجينه وداك الماء اللي زدت، ملي نشوفها نشفات نعاود نزيد الماء ولكن بالقياس، كنزيد جوج معالقات تقريبا صافي، بحال كنرش بايدي وكندلك. فهمتوني باش تجيكم العجينه ديك العجينه المنبله ديك الزوينه اللي معجونه مزيان. هذه هي الطريقه، نخوي ندير العجينه تعجن ونبقى نزيد بشويه، ملي تنشف نزيد شويه وانا غادا وانا غنخدم عليها. وشي شويه غنزيد الماء ملي غتنشف هذيك العجينه، ها نتوما كتشوفوا. انا عاود نرجع معكم باش نوريكم حتى شنو غندير. كما كتشوفوا انا سكتها باش ندوي باش تسمعوني. غنعاود عاوتاني نزيد واحد شويه الماء كما كتشوفوا شويه، نعاود ثاني نشعل عليها. نزيد دابا الملح حيت ما درتش الملح في الاول، غادي نزيد الملحه وغنخليها تعجن عاوتاني وصافي. غادي نبقى غدا هكا حتى نكمل العجينه ديالي كامله، نزيد شويه تلقاها ما قاصحاش وماشي جاريه كتلصق في اليد باش ما تعذبكمش. بين وبين المهم الجهد يتلول بين العجينه ونقرصوها صافي. هذه العجينه، واللي بغى الطريقه مفصله ديال العجينه انا هذيك عجنها بالايد، المهم غير الطريقه ديال باش كنقرص وداك الشيء غتلقاو طريقه، ولكن طريقه العجين في الماكينه هي هذه. كنبقى نزيد بشويه 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 حتى كنعجنها مزيان وكتجي زوين وكتجي خفيفه. دابا ندوزو ان شاء الله باش نوجدو الطاجين اللي قلت لكم ديال الفول وجلبانه، ندوزو دابا ان شاء الله. ودابا غادي ندوزو ان شاء الله باش نردو الطاجين ديالنا. خديت هنا واحد البصله قطعتها كما كتشوفوها هي، غادي نزيد عليها مليحه. خديت هنا جلبانه نقيتها باقا ما غسلتهاش كما قلت لكم. هذا الفول نقيته وباقي تا هو كاع ما غسلتو. شوفوا يدي راه ملي كنقي الفول والجلبانه كيعمروا لي يدي كلهم. نحيدوا لي هذه الا كانت نحيدوها صافي. غادي نرد دابا هاد البصله تطيح واحد شويه وغنحك واحد جوج مطيشات عامه، وحده شي شويه كبيره وحده صغيره، غادي نحكهم ومن نتوما غتابعوا معايا ان شاء الله كلشي. انا نرد الغدا ونرجع نرد الطاجين نرجع معكم ان شاء الله. بالنسبه للخبز ها هو كما كتشوفوا راه بدا كيخمر، راه جاي في طالع شي شويه عاد نبدا نقرص فيه. ندير معكم الاول ديال العجينه، ها هي شفتوا راه خمرات. بالنسبه للبنات اللي ما في بقي الله بداو في العجينه ما يخليوهاش مرخوفه بزاف حيت غتمحنهم. حنا حيت دابا حنا انا ديت عليها واخا تكون مطلوقه ما عنديش مشكل معاها. نحاول نجبدها من العجانه، شفتوا هكا كتجي مشبكه حتى ملي كنقرصوها ونطيبوها كتجي مشبكه وتجي زوينه. انا راه درت بزاف حسب باش ما نعجنش غدا. نجيب الحمراء، هذه راه الحمراء ديال الفرينه ماشي ديال القمح. ديال القمح كتكون شي شويه حمراء على هذه. انا غنطحن القمح، انا غسلته كلشي باقي غير ما طحنتوش، ونوريكم الحمراء حيت بزاف كيجيوني ديال التساؤلات على الحمراء. الحمراء كتكون شويه رقيقه على النخاله، النخاله كتكون غليظه صافي. غادي نشد يدي وغادي نبقى ندير هكا بالماء نقطع غير شويه صافي، غندير لها هكا بلا ما نوصل لها كاع داك الحمراء. ولا نجيب الحمراء انا نخليها هي في السطل كما كنخدم في العادي وصافي ديالي صافي. هيا شتو سهله صافي. غنمشي لها هكا تنكمل هادشي كامل ونرجع نقرصو ونديرو يخمر ونطيبوه ان شاء الله. ها هي ديك البصيله من بعد ما شحطت مع مليحه غادي نزيد مطيشه. ها هي رانا حكيتها طحنتها، غادي نزيدها هنا وغادي نزيد معاها العطريه.
غادي نزيد الخرقوم، واحد المعلقه صغيره ديال الخرقوم، غادي نزيد التحميره، معلقه صغيره ديال التحميره، والبصل والكمون. يلا غنطحنوا، باقي ما طحنتوش كما قلت لكم، انا نطحن بزاف. دابا غادي نخلط واحد شويه هكا ونخليها واحد شويه، عاد رجعنا ندير الفول والجلبانه والكمون اللي يلا غنطحن ان شاء الله. صافي، غادي نزيد واحد الرويز تاع الثومه، وغادي نزيد المعلقه ديال الكمون اللي قلت لكم، ها هي زدت معلقه الكمون والربيع كزبره معدنوس. انا رديت واحد شويه البطاطا تسلق حيت خرج لنا الطبيب ضروري خصها تكون عند الغدا، وغادي ندير واحد نص كاس تاع الماء. الطاجين ما تزيدوش ليه الماء بعاد بصفه نهائيه لانه كيطرطق. صافي، هذه ان شاء الله غادي طيب فيها واحد الرويز تاع الحال حاره كتشوفوا. غادي نسد عليه، ما غنحلش حتى دوز واحد ساعه على الهضم، ولكن راه على عافيه مهيله شي طيب على خاطره. صافي، الطبيج جينا ها هو بجد. الطيطه مسلوقه، شويه الخبيزه كانت عندي في الثلاجه، نوريكم الخبيزات كي جاوا سخون. قلتلكم راه كيجي مشبك، راه كيجي مشبك من الداخل وزوين وخفيف. وها انا درت منه خبزه كبيره، جوج كبار، ودرت اللي بقى درتو صغير. نوريكم دابا الطويجين كيجي، ها الطويجين كيجي رائع وزوين، وصدقوني ما غاديش تندموا عليه الا صايبتو، انه زوين ندير هذا البرد. زدت شويه الحامض المصير، ديروا شويه الحامض المصير تيقرب يطيب. بالنسبه للماء راني عاود زدت نص كاس تاع الماء، لقيت الجلبانه باقا ما طابتش وعاود زدت لها شويه الماء، ما يجيش فيها الروه بزاف باش ما يجيكمش باسل. شفتوا شحال جاني ديال الروه. كنتمنى هاد الوصفه البسيطه تنال اعجابكم وتجربوها وتردوا عليا الخبر، وما تنساونيش من الجيم ديالكم، وخليت لكم الراحه في امان الله. بالنسبه للاخت اللي بغات، اللي كتبت لي تعليق البارح وقالت لي وريني عافاك القرعه اللي كتدي فيها بنتك الحليب، هي هذه اختي قرعه الزاج، وعندها واحد الثقوب هنايا كنعطيها لاباي باش كتشرب الحليب، باش ما حيت الا حلتها الى حلتها هكا غتخويها على حويجه. هي هذه كتهز تقريبا واحد خضره بعد الحليب ولا قل، والله ما عرفت. وما انا كندير لها كاس العنبه فيه. كنتمنى اختي نكون فتك.